السلام عليكم. لا غيرك ولا تجيب لنا البلا. This is a campaign for Alwan. Alwan is Alwan part of Homs, Homs city. This part of Homs is the last part liberated in Homs. This part, Alwan, is suffering since about 1 year or more. It's suffering by starving. Alwan is sieged by Al-Assad regime. It's our tragedy, our awful tragedy here, because the Assad regime is do everything, killing, surrounding, hungering people in everywhere. In everywhere now, the Syrian people are the victim, the victim for this regime. الحمد عبارة عن حملة عم يكون فيها بعض النشطاء الثورة الموجودين بالداخل. الحملة عم تهدف لإعادة موضع إعادة حمص لوضعها الطبيعي على الخريطة الثورية وعلى خريطة التحرير اللي عم يصير حاليا من فضل الله في تحرير في حلب وفي معارك رائعة جدا عم تصير بريف حما قريب جدا من مناطق ريف حمص الشمالي والقريب من حي الوعر المحاصر. نحن عم ندق ناقوس الخطر حتى ما تتكرر التجربة اللي شفناها بداريا، حتى ما يصير التغيير الديموغرافي اللي عم يشتغل عليه نظام الأسد منذ بداية الثورة.